اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي ويا شفيعي يا رسول الله، ما تصلوا عليه. احلى بنات، النهارده بقى حان وقت المفاجاه. طبعا انا بقالي فتره طويله عماله اقول لكم انا بحضر لمفاجاه حلوه جدا، عايزه اقول لكم قسما بالله وحيات اولادي. طبعا في ناس كتير بيقولوا لي الحلف بغير الله حرام، فانا بقول وحيات ربنا بجد حرفيا دي من الحاجات اللي كان بيتمناها قلبي وعقلي، ودي اكبر امنيه ليا في الحياه. بصوا حبايب قلبي، يعني عايزه اقول لكم ان انا ربنا كرمني وانا الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. انا من الناس اللي ربنا الحمد لله بحس ان ربنا راضي عني. يا رب لك الحمد والشكر يا رب العالمين، اللهم دمها نعمه وحفظها من الزوال. انا دايما كنت بتمناها، واشتغلت على السوشيال ميديا، بدأت يعني مسيرتي في السوشيال ميديا بقالي حوالي 3 سنين و 6 7 شهور. شوف انا حافظه التواريخ جدا، بقالي 3 سنين وكام شهر. ما كنتش من الناس المحظوظه اللي ضربت بوم ونجحت والكلام ده، ولا كنت من الناس المحظوظه اللي استندت على حد في اول طريقها ولقيت حد يعني يشد ايديها ويدعمها على اليوتيوب او اي منصه تانية انا بطلع عليها. محدش دعمني، وانا بطلع طالعه اقول ان كل اللي انا وصلت ليه ده بفضل الله. انا لسه دي اول خطوه في خطوات النجاح. ربنا كرمني بعد 3 سنين، وربنا رزقني وربنا رضاني. واول مبلغ مسكته من 3 سنين بشتغل، حرفيا 3 سنين بعمل جمعيات، و اول حلم حلمته ان انا اعمل عمره. ما حلمتش اجدد مطبخي، رغم ان انا مطبخي محتاج جدا يتجدد، وكان المبلغ اللي ممكن اطلع بيه العمره كنت ممكن جددت بيه. كنت ممكن اشتريت انتري جديد، عشان في ناس كتير بتتنمر على الانتري بتاعي، يقعدوا يقولوا لي غيريه بقاله كتير وكده، وفعلا بقاله 13 سنه ما شاء الله، اللهم بارك، بس صامد اهو اللهم بارك. ما جددتش اي حاجه، ما فكرتش اطلع ولادي من المدرسه الحكومه انقلهم لمدرسه خاصه، رغم ان انا نفسي جدا من احلامي بقى الورديه ان انا انقل ولادي من مدرسه حكومه، لان ولادي بيتشحططوا جدا، لمدرسه خاصه. ان شاء الله ربنا يرزقني وادخلهم مدرسه خاصه. يا رب يا رب، كل اللي انا اتمنيته تمام. ما قررتش ان انا يعني اي حلم كنت، انا ليه احلام كتيرة طبعا، كلنا كبشر لنا احلام كتيرة، بس اول حلم حبيت ان انا يعني افعله او ان انا خلاص احققه، هو ان انا اعمل عمرة، ولغاية دلوقتي مش مصدقة. وطبعا في ناس كتير هيقولوا لي طب ليه يا نجا ما طلعتيش قلت لنا من اول، وليه كل شوية؟ عشان انا كنت عمالة اقول لكم ادعوا لي ربنا يتمها على خير بجد، والله مش عايزه اعيط، بس كنت دايما يعني بصوا كمان انا عندي حاجه، حاولي تداري على اي حاجه نفسك ربنا يكملها لك على خير بالكتمان. في ناس كتيره من قرايبي على فكره، يعني معظم اخواتي مامتي كده وزوجي وكله قاعد يقول لي ما تطلعيش على السوشيال ميديا وتقولي ان انت رايحه، لما تروحي وترجعي بقولي. قلت لهم لا، هم هيفرحوا لي، دول عيلتي التانيه، دول اللي وصلوني لحلمي بفضل الله بفضل الله بفضل الله، ثم انتوا السبب في ان انا رايحه احقق حلم عمري. كمان عايزه اقول لكم على حاجه، قسما بالله قسما بالله، وحياه المصحف الشريف ده ما حد دفع لي ربع جنيه في العمره اللي انا رايحها، قسما برب العزه، قسما بالذي احل القسم، عشان محدش يطلع يقول لي انت رايحه تعملي دعايه، شركه يعني سياحيه عايزين اعمل لها دعايه، او انت يا نوجة حد مطلعك من السعوديه او الكلام ده. قسما بالله انا طالعه بفلوسي اللي تعبت وشقيت وتعبت تعبت كتير، محدش سندني في السوشيال ميديا، يعني ما فيش قناه جت قالت لي تعالي انا هدعمك وحاول، لا انا طلعت لوحدي
يعني انا طلعت لوحدي، دموعي دي دموع فرحة والله العظيم، انا مش مصدقة، ولغاية ما اروح هناك مش هبقى مصدقة. سامحوني لو ما قلتش في الاول، انا كل ده لسه بخلص، كنت بخلص الاوراق وقلت مش هطلع اقول لكم لما التأشيرة تكون معايا. خلاص كده خلاص، انا مش من الناس اللي بعمل ترندات ولا بطلع اقول اصل انا عندي كذا وافضل اطول في الموضوع، لا انا قلت لكم عندي مفاجأة ونفسي ربنا يتمها على خير، والحمد لله يا رب لك الحمد. اول ما ربنا اكرمني طلعت قلت لكم عشان نفرح سوا، عشان نفرح وتدعوا لي ربنا يرجعني لاولادي بالسلامه. رمضان ده انا مش هبقى معاكم، هبقى في حته اجمل واحسن، وباذن الله هحاول اصور لكم. بس انا في يعني اكتر حاجه يعني انا اتم عمرتي على خير باذن الله، والعمره في رمضان بتبقى بمقام حج. شفتوا انتوا شايفين انا ربنا راضي عني قد ايه؟ انتوا شايفين ربنا راضي. انا كنت هطلع على فكره في رجب، كنت هطلع اول شعبين، وحصل كذا دروب كده لغايه ما ربنا زي ما يكون ايه، عارفين انتوا بعد العسر يسر، وكان كل مره يجي الموضوع يقف بلاقي ربنا بيعوضني. يعني مثلا خلاص لا مش هروح، الفلوس مش كامله، مش عارفه ايه. طبعا انا كمان عايزه اشكر جوزي جدا 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 جدا، لان جوزي كان واحد من الناس اللي شجعني جدا ان انا اروح، اللي قال لي انا هقعد بالولاد، ما روحي روحي بدل ده حلم حياتك روحي. هو عارف، هو عارف، انتوا عارفين كنت دايما اقول له اول ما ربنا يكرمني انا هروح اعمل عمره، مش هعمل زي الناس اللي بيروحوا يشتروا شقق ولا رغم ان انا المبلغ قسما بالله اللي كسبته خلال الثلاث سنين ما يشتريش شقه ولا ربع شقه ولا تمن شقه. بس الحمد لله يا رب الذي رضاني واكرمني ورزقني، ويمكن رب العالمين يعني يراضيني مش يمكن ده اكيد رب العالمين عنده كتير، الكرم كبير قوي من عند رب العالمين. انا طالعه اقول لك يا قلب اختك نجا رايحه عمره، يعني يا رب يرزق كل واحد بيتفرج عليا دلوقتي عمره، يا رب يرزقك الفرحه اللي جوايا، يا رب يرزقك بحاجه تخليكي من كتر الفرحه انت مش بس. انا عندي احساس جوايا دلوقتي فرحانه مخضوضه متفاجئه مش عارفه، عندي عارفين انتوا احساس الفرحه المتداخل ده، انا ده انا نوجة ده. كنت عايزه اقول لكم من اول ما بدات ان انا امشي في الموضوع، بس انا ده يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال داروا على حوائجكم بالكتمان لغايه ما تتم ان شاء الله. وانا عارفه ان على فكره يعني دي مش حاجه تتحسد، بس انا كان نفسي تتم، وكان مع كل مشكله بتحصل او مش هي مش مشكله، مع كل ظرف كان بيحصل ان انا خلاص مش هروح، كنت بصلي وبدعي رب العالمين وامه في صلاه الفجر والناس كلها نايمه وادعي رب العالمين يا رب وفقني عشان خاطر، كنت بدعي ربنا اقول يا رب عشان خاطر حبيبك النبي المصطفى روح. بصوا يا بنات عايزه اقول لكم حاجه، العمر من فات، الشقق والبيوت والعماير والعربيات وكل حاجه هتجيبيها من فاته، المدارس الخاصه اللي انت عايزه تدخلي فيها اولادك وكل ده، كل ده من فات. احنا كبشر لنا عمر، مده صلاحيه بتنتهي. فلوسك اللي انت كسبتيها، انا سمعت الشيخ على السوشيال ميديا بيقول فلوسك اللي انت كسبتيها حلال او حرام في الاخر مش هتكون ليكي، كل الورثه وانت متي وبتتحاسبي عليها. تمام، فلوسك اللي معاكي اللي ما بتطلعيش عليها صدقه، اللي ما بصوا انا مش اهل ان انا اتكلم في الموضوع ده على فكره، انا اقل الناس ان انا اتكلم في الدين واعرفك تعملي ايه وما تعمليش ايه، ولكن انا طالعه بالفطره كده عارفه ان كل ما تراضي رب العالمين ويكون ربك يعني انت بتسعى ان انت ترضي رب العالمين، صدقيني هتلاقي ربنا كرمك ورضاكي وهتبقي انت في حته تانية خالص. دموعي دموع فرح، دموع فرح. انا ان شاء الله هطلع العمر خلال اليومين الجايين دول، طبعا انا هعمل لكم روتينات جامده جدا قبل ما اسافر، لان انا هفرش شقتي قبل ما اسافر. انا مسافره ان شاء الله باذن الله اذا تم رب العالمين اخر 10 ايام في شعبان واول 10 ايام ان شاء الله من رمضان،
فباذن الله هعمل لكم روتينات قبل ما امشي، وهفرش للولاد الشقه وهجهز لهم كل حاجه، وطبعا باباهم اللي هيقعد بيهم، وامي مشكوره حبيبتي الله يخليها لي يا رب. امي هتيجي تقعد باولادي مع جوزي هنا في شقتي. طبعا في ناس هيقولوا لي طب ليه يا نجع مامتك ما خدتهمش؟ علشان ولادي بيدرسوا، وكمان ولادي ما شاء الله لبسهم كتير، هم اربعه لبسهم والعابهم وحاجتهم والكوتشات والهدوم كتير. كمان جوزي هيبقى لوحده، ليه؟ لان انا حماتي طالعه معايا. على فكره حماتي طالعه بفلوسها بحر مالها، انا ما دفعتلهاش ربع جنيه ولا اي حد دفع لها حاجه، هي وجوزي اللي دفعوا، يعني جوزي كمل لها وودى امه. تمام. حماتي عندها 70 سنه برضو، وكان حلم حياتها ان هي تروح، وهي الصراحه تستحقها. فربنا يرزق امي برضو بعمره قريبه باذن الله. انا طبعا كنت هطلع امي معايا، ولكن امي قعدت تقول لي لا مش هينفع اسيب الولاد، انا هقعد مع ابو زياد واخلي بالي من الولاد، وان شاء الله لينا عمره تانية باذن الله مع بعض. وباذن الله باذن الله ده وعد 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 كده بيني وبين رب العالمين، ان انا هطلع امي عمره باذن الله قريبا، يا اما هطلع معاها ان شاء الله، يا اما هتطلع هي لوحدها ان شاء الله، ان شاء الله قريبا، لان امي برضه تستحقها وعن جداره. وانا بوعدها لو هي بتشوف الفيديو ده، امي انا هطلعك قسما بالله ان شاء الله، ربي يرزقني برزقك وهطلعك، والله ان شاء الله باذن الله هطلعك. هي قعدت اقول لها طب روحي انت، طب روحي انت، طب انا هتصرف ونطلع، طب مش عارفه ايه. قعدت تقول لي لا، هي رفضت، وهي كمان تعبانه اليومين دول جدا جدا، فالعمره مشقه فهي مش هتقدر عليها، انا عارفه. فعشان بس ما حدش يكتب لي في الكومنتات يا نوجا مامتك اولى، انا حماتي طالعه بفلوسها مش انا اللي مطلعاها. كنت ممكن اطلع واقول لكم ايوه انا حماتي لا. كمان يا حبايب قلبي نقطه بقى مهمه جدا لكل الناس اللي بتسالني وكانت بتسالني، يا نوجا انت بتكسبي كويس جدا من السوشيال ميديا وكده. والله العظيم يا بنات انا اقل الناس اللي بتكسب، انا فيديوهاتي ما بتجيبش 100,000 مشاهده. عشان تعرفي القناه دي بتكسب كويس جدا ولا ما بتكسبش، تشوفي الفيديوهات، ريتش الفيديوهات بتاعها. لو كل فيديو بيعدي 100,000 مشاهده، اعرفي ان الانسانه دي ربنا كرمها وبيرزقها، الحمد لله. تمام. انا بقبض قبض على قدي، بس انا بقول لكم بقالي اكتر من 3 سنين بحوش، او مش بحوش الصراحه، بعمل جمعيات عشان اللحظه الجميله جدا دي. اخر الفيديو اتمنى ان انتوا تدعوا لي دعوه حلوه من قلوبكم. رديت على التليفون ورجعت لكم تاني. بس كده حبايبي خلاص انا هنهي معاكم الفيديو، وانا اسفه لو طولت عليكم، حبيت افرحكم زي ما انا فرحانه وان ربنا كرمني. وانتظروا بقى ان شاء الله بقى مشتريات العمره وتجهيزاتي للعمره وكل حاجه كل حاجه كل حاجه. بحبكم قوي قوي، وحطش لايك، حطش لايك بقى، حطش لايك، عشان ان شاء الله بفضل الله القناه تكبر بفضل الله، وبيكوا انتوا 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 سبب كل حاجه حلوه في حياتي. روح الله يفرح قلوبكم ويراضيكم ويرزقكم ويكرمكم ويخليكم دايما ليا يا رب. مش عايزه اطول عليكم، بحبكم قوي قوي، كل سنه وانتم طيبين. انتظروا الروتينات وانتظروا تجهيزات العمره، واكتبوا لي في الكومنتات ايه اخده وانا رايحه العمره بالله عليكم. ايوه دي حاجه مهمه جدا بقى قبل ما انهي الفيديو، اكتبوا لي في الكومنتات ايه اللي انا ممكن يعني احتاجه قوي في العمره، من لبس، الطلبات، الاكل، الشرب، اعمل ايه، اكتبوا لي برده في الكومنتات. وعشان طبعا انا اول مره في حياتي هنزل السعوديه، فهلا وغلا وكرتونه حلا لاهل السعوديه حبايبي، بحبكم قوي. حطوا لايك واكتبوا لي في الكومنتات اخد ايه، او اللي راح العمره يقول لي اعمل ايه، فاهمني؟ بحبكم قوي، استودعكم الله الذي لا تضيع.